ديال ديال هاد الجمع المبارك ديالنا ان شاء الله. ما يخفاش عليكم هاد الاجتماع ديالنا دا في اطار تكوين لجنة التدبير. كان صغير قانون 14/5 من اظنك 14/5 لان باش تسير ديال هذا القانون عطل المؤسسات الرعايه الاجتماعيه خصها تكون واحد ذلك بالمسائل الغذائيه والانشطه ديال المؤسسه وتوقع البرنامج هذا هو الاجتماع ديالنا اليوم. وكيظهر لي راه اللجنه كتكون رئيس اللجنه طيب هو رئيس الجمعيه الاخوان المتابعه ديال التلاميذ المنتي الجماعه مع الاساتذه كانت تسوس السيد الرئيس السلام هذه لاكيزي ديال باش حطينا ديال الدعوه باش يصيفط لنا المنتي ديالو باقي ما التحقش. المهم حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نتصرف هاد التكوين هاد لنا وغادي قبل ما نعطي الكلمه للاخوان باش يصدروا لنا التقرير الادبي والمالي الا بدنا نشير لبان ربما بعض الاخوان ربما يتحقق انا غير قلنا ما ارسلنا الرئيس ديال الجامعه لكن الان كان جبنا راس فرنسا مازلنا توصلوا وربما بعض ديال الجمعيه ربما غادي يوصلوا تراهما يمكن نعطي الكلمه للاخوان نبدا بالتقرير المالي السي الحنتيتي اللي هو امين المال ديال اللجنه اقتراح الفكره الماليه للجمعيه والفكره تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكر كل الحضور اشكر السيده المديره الاخوان التي سهروا على هذا السير ديال هذه المؤسسه كما ترحم الاباء ديال التلميذات اللي حاضرين معنا. كل ما يمكن ان نقول في المساله الماليه هو واحد الملخص ديال المداخيل للسنه ديال 2017. عندنا الموارد كتكون من بعض المنح اللي كتعطيهم لبعض الجهات وكاين واحد المنحه اللي كتعطيها من الجامعه مع الاسف انها ما كتكونش دائما اما كتكون دائما كتعطل او لا ما كتعطاش او لا كتعطى بحال السنه الماضيه كان عندنا النصف ديالها. بالنسبه للمداخيل نعاود نقول لكم هو المنح كانت 10 مليون. المنحه ديال الجهات المنتخبه اللي هي المجلس نورمالو عندنا في الاتفاقيه 20 مليون اللي عطاونا هي 10 مليون. كان عندنا بعض التبرعات اللي قيمناها من خلال بعض المواد عطاتنا 5 مليون. المهم ما كنعطيش لك الفاصلة ما كنعطيهاش. المجموع ديال المداخيل كان عندنا 25 مليون. اللي كان باقي عندنا كانت عندنا 14 مليون. المجموع العام 40 مليون. المصاريف منحة التعاون الوطني السكني منحة التعاون الوطني يعني على التعاون الوطني هي 10 مليون 10 مليون باش نعاود ربما خلطت شي شويه. المنحه ديال التعاون الوطني هي 10 مليون هي الاولى والمنحه ديال الجماعه 10 مليون وديال التبرعات اللي هي 5 مليون و114 الف. هذه هي اللي انا تقلبتهم المجموع تيبقى هو داك الشيء اللي بالنسبه للمصاريف شراء المواد الغذائيه كان 18 مليون و2256 درهم. الاجور كانت 14 مليون و4000 درهم. مجموع مصاريف التجهيزات والصيانه كانت 6 مليون و1320.98. المجموع العام ديال المصاريف كانت 130 مليون و7577.27. مجموع الديون الى غايه 31 المجموع العام للمصاريف والديون الى غايه 31 جانفي 2017 هو 38 مليون و7577.27. 38 سنتيم الموازنه اللي كاينه
مجموع الرصيد والمداخيل المتوفرة إلى غاية 31 جانفي 2017 كانت 40 مليون و 1458 درهم. مجموع المصاريف والأداءات على إلى غاية 31 جانفي 2017 38 مليون و7577.27. الفائض المسجل اللي كان عندنا هو 13880 درهم. 13000 هي مليون 3880.73. هذا كل ما معرفه. شكرا سيد أمين المال والقرير الأدبي تكلم السي نبيل كاتب عند الجمعية. ونسمح مع الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. شكرا السيد الرئيس السيد المديره الاخوات والاخوان الطاقم الاداري والتربوي للمؤسسه الاخوان اعضاء الجمعيه الساده ممثلو الاباء وولي التلاميذ الاخوان ممثلو المنابر الصحفيه الحاضره معنا السلام عليكم اشكركم جميعا على الحضور. شكرا السيد الرئيس والاداره المؤسسه على عقد هذا اللقاء عقد اللجنة في وقتها كما أشار السيد الرئيس تماشيا مع احترام القانون المقدر لتدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية. بالنسبة للتقرير السنوي لسنة 2017 على أساس أن سنة 2018 فهي سنة جارية يعني مازال ما تحصلتش السنة، وبالتالي نتكلموا على التقرير السنوي ديال سنة 2017. فمنذ أن تم تجديد مكتب الجمعية جمعية مبادرة التنمية والعمل الاجتماعي في شهر مايو 2015 سهر أعضاء المكتب على تثبيت العمل الاجتماعي ورفع من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدات التي تلعب دورا اجتماعيا طلائعيا بشراكة مع التعاون الوطني بحكم أنها تأويتي نسبة فقيرات المنحدرة من العالم القروي اللواتي يتابعن دراستهن الإعدادية والثانوية وذلك تنفيذا للسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله طبعا الذي يولي أهمية قصوى العمل الاجتماعي التضامني. ومن أكبر وأهم توجهات المكتب الجديد للجمعية تنمية القدرات البشرية وكذا تحسين ظروف العمل بين الطلبة عن طريق الارتقاء بمناهج الرعاية والاعتماد على مفاهيم علمية حديثة وأسلوب عصري يجمع ما بين توفير الكفاءة الإدارية والراحة النفسية للمستفيدات كما هو منصوص عليه في يعني الرخصة الممنوحة للجمعية. فالصلاحيات المخولة لنا داخل هذه المؤسسة هو الأولويات التي تشتغل عليها الجمعية إدارة التعاون الوطني هو الجانب ديال التغذية والكساء والإيواء، الجانب ديال التعليم والتكوين، الجانب الصحي، ثم أخيرا الجانب الترفيه. أشير أيضا على أن المؤسسة الرعاية الاجتماعية سنة 2017 كانت تأوي 42 مستفيدة تتراوح أعمارهم ما بين 12 و19 سنة. وقد اشتغل المكتب بمعية الإخوة أطور إدارة التعاون الوطني على توفير جميع حاجيات المستفيدات والمتطلبات الخاصة بذلك. الجانب الأول هو جانب التغذية والكساء. هذا الجانب يحظى باهتمام خاص وتبذل يعني فيه جهود متواصلة بحيث أن المؤسسة سعت إلى توفير وجبات غذائية منتظمة ومتكاملة طيلة أيام الأسبوع وفق برنامج متكامل تراعى في جميع شروط التغذية ويتم أجل ذلك التنسيق مع المصالح المختصة خصوصا المركز الصحي والطبيبة وغيره من المصالح المختصة. كما يتم توفير الكسوة وذلك عن طريق توزيع الهبات التي تتوصل بها الجمعية وهي عبارة إما عن ملابس جديدة يتم توزيعها في المناسبات أو ملابس مستعملة توزع أيضا على المستفيدات. الجانب الثاني هو جانب التعليم والتكوين. كل المستفيدات والمؤسسات يستفيدن من كل المساعدات التي تمكنهن من مواصلة دروسهن في الدروس العادية وخصوصا دروس الدعم والتقوية بحيث يستفيدن من الدعم المدرسي في بعض المواد عن طريق جمعيات وهنا أذكر جمعية رباط الأنوار يونس كلوب. وأيضا في مادة الإنجليزية يتم تخصيص حصة أسبوعية كل مساء يوم الجمعة لأن هذا التقرير ديال سنة 2017 بذهابهن إلى المدرسة وهذا لازم تواصل سنة 2018 بحيث انعكست هذه المجموعات على النتائج السنوية المستفيدات وما فيها بس إذا نذكر بالنتائج اللي حصلت عليها التلميذات داخل المؤسسة ديالنا. وفيما يلي جدول النتائج الدراسية النهائية سنة 2017 عدد المسجلين بالنسبة للإعدادي كان 16 تلميذة طالبة، عدد الثانوي 26 تلميذة، الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو
المتمدرسات في سلك السنه الثانيه بقبول 11. عدد الناجحين بالنسبه للاعدادي 15 من اصل 16، بالنسبه للثانوي 25 من اصل 26، وبالنسبه للبكالوريا السنه الثانيه بكالوريا 11 من اصل 11. يعني الحمد لله، وهذا كما دعمت عليه المؤسسه دائما نسبه النجاح كتكون 100% في سلك البكالوريا، واكثر من هذا كتكون حتى المعدلات كتكون معدلات مميزه جدا. نعم 17 وفوق من 17، يعني يتم تصنيف هذا المعدل كيخول المؤسسه انها تحضر واحد التصنيف مميز على الصعيد الوطني، ونال التنويه من طرف مجموعه من الجهات. اذا هذا بما يخص التعليم. النقطة الثالثة والجانب الثالث الذي تشتغل عليه المؤسسة هو الجانب الصحي. بطبيعة الحال عليك يتم التنسيق مع المركز الصحي المجاور. بالنسبة للجانب الصحي، هذا الجانب وجود المركز الصحي بجانب دار الطالبة، إذ يقوم بمجهودات جبارة لنهوض مستوى الصحي المستفيدات وتتبع حالتهن المرضية ومراقبة نظافتهن في أحسن حال، بالإضافة إلى تدريبهن وتحسيسهن بأهمية الإسعافات الأولية عند حدوث حادث ما، وكذلك زيارة بعض الأطباء. وكنذكر أنه كيتم يعني سنويا تنظيم مجموعة من الورشات فيما يخص الإسعافات الأولية، فإذا هناك متابعة متواصلة بشكل متواصل ديال الطاقم الطبي بالمركز الصحي المجاور للمؤسسة. بالنسبة للجانب الرابع هو الجانب التربوي والترفيهي، ولا يخفى عليكم على أن الجمعية والتعاون الوطني كيضمن مجموعة ديال الأنشطة، وكيتم تخصيص اعتماد مالي مهم الجانب ديال الرياضة والجانب الترفيهي والجانب ديال الجانب الثقافي. بطبيعة الحال أحدثت عدة آليات عمل لإنعاش التعليم نظرا لأهميته في تطوير التواصل بين المستفيدات وتحقيق التوازن النفسي وإحياء نوع من البهجة في مجال الحياة أو العمل بدار الطالبة. وفي من أجل ذلك يعني تم تصدير برنامج ثقافي تربوي تم تنفيذه بالكامل بالمؤسسة، ومن ذلك مثلا تبادل زيارات مع الجمعيات، تنظيم أنشطة فنية، احتفالا بالمناسبات الدينية والأعياد الوطنية، ما رصدت جميع الأنشطة لأنها كانت كثيرة، الاحتفال مثلا بيوم عاشوراء، احتفال بيوم العالمي للمرأة، الأنشطة الرياضية يميزها هي كثيرة ولكن ما يميزها هو المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم اللي كتنظمها منظمة التعاون الوطني على مستوى الإدارة المركزية، ألعاب الوطن، زيارات لعدد من المؤسسات منها مثلا زيارة البرلمان، أيضا قضية المؤسسة بزيارات للإذاعة والتلفزة الوطنية، وكان تصوير برنامج إلعاب باليد الذي تبث القناة الأمازيغية الثامنة. ونظرا لانهم استحسنوا العمليه ديال التصوير فزارونا يعني مره اخرى هذه السنه، وكاين وعود باش يبقاو يزورونا باستمرار. توصلت هذا ايضا من بين الامور اللي نشيلها هو العمل ديال المحسنين داخل المؤسسه اللي كيبقى عمل رائد، والحمد لله نظرا للثقه اللي كتحظى بها المؤسسه عند جميع الشركاء والمحسنين بدرجه اولى، فلا يبخلون يعني متى توفرت الفرصه انهم يقدموا مساعدات للمؤسسه. فبالاضافه للمؤسسات المساعدات الغذائيه كانت هاد سنه 2017 يعني مساهمات مميزه تجلت، مثلا تم توصلت به المؤسسه من تجهيزات خاصه يعني بالطاقه الشمسيه، وكان هذا مشروع رائد الهدف منه هو التخفيف من الفاتوره ديال الكهرباء. وهذا المشروع هذا ان شاء الله مازال السيده المديره والسيد الرئيس كيتواصلوا مع مجموعه من المؤسسين باش يتم التطوير ديال هذا المشروع، لانه مهم ولانه غادي يعفي المؤسسه من اداء واحد الفاتوره يعني واحد المبلغ كبير في بعض المرات كيوصل حتى ل 5000 درهم، فهذا مشروع كبير. أذكر أيضا بأن المؤسسة تتوصل بهبات عينية خلال مجموعة من المناسبات، أذكر مثلا مناسبة عيد الأضحى، حيث أن كل سنة مجموعة من المحسنين يعني كيقدموا هاد الأكباش ديال الأضاحي للطالبات،
وكيكون واحد يعني الجمعيه والمؤسسه والاداره التعاون يعني كيخصوا واحد اليوم خاص كيتم فيه يعني حضور التلميذات وهذا ويتم الاحتفال رمزي بهذا المناسبه. فطبيعه الحال كاين انشطه كثيره ربما ما ذكرناهاش في هذا التقرير ولكن خلال النقاش ومن خلال هذا ربما نشير بها. وشكرا سيدي. شكرا سيدي كثيرا.